أما فايز السعيد فمن خلال إنستغرام وثق مشاركته في اليوم الثاني من مسيرة العيادة الطبية المتنقلة والمعروفة بالقافلة الوردية، واللي تنظمها جمعية أصدقاء مرضى السرطان تحت شعار بك نستمر. وتفاصيل الدورة الـ11 لمسيرة فرسان القافلة الوردية اللي وصلت لدبي بتتعرفون عليها في خبرنا في الإنسايتيك. طبعاً القافلة الوردية اللي يبغي يعرفها هي خاصة بفحص سرطان الثدي، وطبعا بدعم من صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، السمو الشيخة جواهر بنت محمد القاسمي، لهذه القافلة اللي كملت 11 سنة، هذه السنة ال 11، وبحضور صاحب السمو البارحة كانت الانطلاقة. ومعها الانطلاقة فايز قدم أغنية حملت عنوان شعار الحملة بك نستمر، من كلمات الشاعر علي المهيري وألحاني وغنائي، وتوزيع الموزع نور هاشم ومكساج ماجد صالح. الأغنية إهداء إلى صاحب السمو والوالد الدكتور الشيخ سلطان بن محمد القاسمي على دعمه لهذه المسيرة وهذه القافلة، وكل الشكر للأخت ريم بن كرم اللي يعني جزاها الله خير، من 11 سنة هي كملت المسيرة عن أختها الله يرحمها. حنيتك طيبتك جودك معنا، بك مجتمعنا صار به كل تغيير، باليوم مدعي لحكمك دعانا. وفايز الحريص على دعم القافلة بهاليوم حرص أنه يصطحب مع أولاده هند وحمدان ومحمد، كلهم موجودين إن شاء الله يكونون من خلالهم يحملون رسالة سامية لكل طفل على مستوى العالم والإمارات. والقافلة الوردية هالعام قدرت تقدم أكثر من 8700 فحص لسرطان الثدي من تاريخ 20 يناير الماضي، وذلك في 11 مواقع مختلفة بالدولة، وراح تستمر في تقديم الفحوصات ليوم 10 فبراير. عندنا برنامج نمر لسبع إمارات في دولتنا الحبيبة، نرفع الوعي ونستمر رسالتنا هذه وهذا العام أن بك نستمر مع المؤسسات الداعمين المجتمع لرفع الوعي والبرامج. الحمد لله اخترنا رمز إماراتي ورمز عربي بالخيول لنرفع الوعي عن هذا المرض، مرض سرطان الثدي.